صار في بعد السابع كنت لاحظت اللي صار لا بس صار في رشم ولد سليم ولد بخير الولد عند رجل والولد راه عم تشرب شو غادي نمشي شي ساعه وخا نمشي للولد نشوف اش الله ودي لي والله طير فرانك الحمد لله الوالد الله يرحمه مبروك الوالد مبروك عليك مبروك عليك راه قلت لك مرضي الوالد ادعي واشك الوالد ادعي واشك الوالد الحمد لله والله وجودك انا انت الوالد الله يخليك يا الوالد اللهم امين ليا انت ان شاء الله المهم المهم داكشي باش وعدتك ولدي السياره يعني راه وقع واحد المشكل في السياره عند السيدي تيكريو يعني من بعد 3 ايام تكون السياره ديالك واجده وين وين انت دابا قلت لي قبيله صافي قلت لهم راه واجده ديرا كومونديت على يعني من بعد 3 ايام راه غتكون واجده ما شرحش ليا الوالد ما شرحش ليا انا يا دينا ولدو على شحال انت حمزه هو هذا بينا راه كتوصل هذاك باش تسينا في شويقه الطوموبيل راه خرج علاش كيفاش خرج حنا كنا معطلين الطوموبيل ولا صايبنا هذاك قول الوالد يعني الوالد دابا ديجا طم راه الطوموبيل تما لا عطلته ولا حنا لا عطلنا لك المشكل بصح بحال صايبنا الوالد ما كاينش السوق راه في الكلينيك اصاحبي فين هو الوالد؟ راه كان تيسول عليك راه في الكلينيك صح الله يحفظك اخويا صافي فين اخوك مالك؟ عشي مشاكل خويا حسين مالك؟ عرفتي خويا حسين قلت مني انا عارف الشيء درت مع الوالد وراه ندمج على الشيء اللي درت المهم انا غنمشي دابا نقرا نطلب السماحه والوالد راه كرا لي الطوموبيل نزيدو ولا راه كرا لي الطوموبيل ان شاء الله راه غنمشي عشان نجيبو راه غادي نركب انت راك خويا تعرف اش شي شي شنو خايف هو عشي خا حمزه المهم انا عسل الله عليك وقتي Action. J'adore.